لماذا خلق الله الشيطان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل البسملة يا حبيبتي، الأفضل أن تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا لا أحب الشيطان. ولا أنا أحبه. ولكن لماذا خلق الله الشيطان وهو يخدع الناس ويوسوس لهم؟ ماذا تعطيكم المعلمة في نهاية كل فصل؟ تعطينا اختبار. لماذا؟ حتى تعرف من التي تنتبه في الحصة، ومن التي تعتني بدروسها، من التي تنجح ومن التي تفشل. الحياة كالمدرسة، فيها اختبارات عديدة، والشيطان وسيلة لاختبار الإنسان. من يعصي الشيطان ينجح، ومن يطعه يفشل. وهل يمكنني أن أغلب الشيطان؟ طبعا يا حبيبتي، الشيطان لا يجبرنا على شيء. الشيطان يحاول فقط أن يخدعنا. وقد أعطانا الله القرآن نعرف به ما يحب، وأعطانا العقل نميز به بين الخطأ والصواب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.